السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعاً. بدأنا سابقاً في الحديث عن المضارع البسيط، وبدأنا ب يعني حكينا عن كيفية خلينا نقول تصريفه مع الأفعال الأساسية الثلاثة، سواء دو وجميع الأفعال المنتمية له، و بي و هاف، وأيضاً تحدثنا عن نفي هذه الأفعال بالمضارع، وتحدثنا عن طريقة عمل سؤال لهذه الأفعال بالمضارع، وأيضا تطرقنا إلى استخدامات المضارع البسيط. اليوم سنتحدث إن شاء الله عن شيء اسمه compound nouns، وشيء آخر اسمه collocations. الآن الموضوعين بشكل كبير متعلقين في بعض. خلينا نقول الـ compound nouns هي عبارة عن أسماء تيجي مع بعض عشان تعطي معنى محدد. بمعنى لما أنا أقول مثلا، لو طلعنا الآن في عنا كلمة computer وكلمة game. الآن computer game لما بيجوا مع بعض بيصير في معنى محدد جديد اللي هو ألعاب الحاسوب. لكن يعني الشغلة اللي بتتعلق بالcompound nouns إنه أنا في هاي الحالة لما يكونوا الاسمين مع بعض، الاسم الأول بيصير عمله ببطل اسم وبيصير أعامله كأنه صفة. يعني هو فعليا مش صفة، يعني كلمة computer لحالها مش صفة، وممكن أحطها في جملة وتكون جمع، زي مثلا I bought three computers، أنا اشتريت ثلاث حواسيب. لكن لما ألحقها بكلمة game وتصير بمعنى اللي هي ألعاب الحاسوب، في هاي الحالة أنا كلمة computer ما بقدر أجمعها. يعني هنا خلينا نكتب مثلا I bought three computers. أنا بتعامل مع computer على إنه noun، وبما إنه noun اسم بقدر أجمعه. لكن لما يصير في الجملة مضاف إله كلمة game، بصير I bought three computer games، فبصير الجمع عندي على إيش؟ بصير الجمع في الكلمة الثانية الملحقة مش الأولى، لأنه صارت هاي الكلمة يعني بعاملها معاملة الصفة حتى وإن كانت يعني فعليا اسم. يبقى بتصير الكلمة الأولى تعمل عمل الصفة، وزي ما بنعرف الصفات باللغة الإنجليزية لا تجمع. نشوف مثال تاني، في عنا حاجة اسمها parking ticket. parking لحالها معناها صف، لكن وticket لحالها ممكن تكون بمعنى بطاقة أو تكون بمعنى يعني زي لما نقول تيكت الطيارة أو تيكت الملابس أو تيكت يعني التيكت اللي بتكون على الملابس أو التيكت اللي بنحجز فيها للطيارة. لكن لما تيجي مع كلمة باركينج بتيجي بمعنى اللي هي مخالفة. فكلمة باركينج تيكت خلاص هي بتيجي مع بعض، بقول مثلا I had a parking ticket، بمعنى إنه أنا إجتني مخالفة لأني صفيت في مكان مش صحيح. نفس الفكرة في الشوبينج باج. الشوبينج باج اللي هو الكيس اللي أنا بأشتري فيه لما أروح أتسوق. يعني هذه الأمور أنا بس مطلوب مني إنه أنا أحفظ معناها وأعرف إنها بتيجي مع بعض في هذا المعنى، وأعرف إنه الكلمة الأولى تمام لما تكون زي كمبيوتر ما بتنجمع. زي لما أقول bus station. bus station اللي هو موقف الباصات، أو train station اللي هي موقف القطارات أو محطة القطارات. الكلمة الأولى ما بتنجمع، ولو أنا بدي أجمع بجمع الكلمة الثانية، بقول مثلا I went to three bus stations وليس I went to three buses stations. بتصير زي ما قلنا الكلمة الأولى بعملها معاملة الصفة.
عندنا كريدت كارد، طبعا الكل بيعرف ايش هي الكريدت كارد، وتوي قلنا اللي هي الكونسرت تيكت اللي هي التذكره اللي انا بشتري منها عشان حضور حفل او حضور زفاف او عفوا مش زفاف، اما حفل او تذكره الطياره وهكذا. كيرينج احيانا بيكون الكلمتين لهم علاقه في الموضوع، تمام، لكن كلمة رينج هنا معناها مش خاتم، هنا معناها حلقة، تمام؟ فهي كي بمعنى مفتاح ورينج بمعنى حلقة، فبتصير حلقة مفاتيح، وهي زي ما احنا شايفين هي الكي رينج. ولو انا بده يكون عندي اكثر من حلقة مفاتيح بقول كي رينجز، تمام؟ كمبيوتر بروجرام بمعنى اللي هو برنامج الحاسوب، ايضا كيبورد اللي هي احنا بنعرفها. طبعا كيبورد بتصير كلمه واحده مش كلمتين، الباقيين كلهم في مسافه بين الكلمه الاولى والثانيه، لكن هذه بنلاحظ انها صارت كلمه واحده. حيكون السؤال طب ليش هذه كلمه واحده وهذولاك كلمتين؟ الفكره وين؟ الفكره انه احيانا مع كثر الاستخدام بيصير عندهم دمج للكلمتين، لكن مش دائما. يعني زي كيبورد صاروا محطوطين مع بعض، لكن الكلمات الثانية بضلهم مفصولين. في عنا بيرثدي كارد اللي هي البطاقة اللي احنا بنضعها سواء في حفلات لحفلات الميلاد او حفلات الزفاف او غيره. طب انا ايش المطلوب مني هنا؟ المطلوب مني هنا اني انا احفظ هذه الكلمات. نرجع تاني لملاحظة انه الكلمة الاولى تعامل على معاملة الصفة ولا تجمع على الاطلاق، وانا اذا بدي اجمع بجمع الكلمة الثانية. طيب في عنا حاجة تانية تشبه اللي توي قلناه اللي هي اسمها collocations. collocations باللغة العربية اللي هي المتلازمات اللفظية. طيب إيش يعني متلازمات لفظية؟ متلازمات لفظية يعني أنا هذه الكلمة لما بدها تيجي عندي في سياق معين لازم تلحق بها كلمة أخرى. يعني أعطيكم مثال قبل أن نبدأ شرح الدرس. الآن في عنا مثلاً باللغة الإنجليزية لو أنا بدي أحكي إنه أنا عملت كيكة بنقول I made a cake. طبعاً made هي الماضي من make. ولما نقول بدي أنا مثلاً عملت أخطأت فبنقول برضو I made a mistake. فبنلاحظ إنه كلمتي cake و mistake الفعل اللي بيجي معهم هو فعل make، تمام؟ بمعنى انه انا لما بدي احكي انه انا عملت كيكه او عملت غلط خطا لازم استخدم فعل ميك مش دو، مع انه ميك ودو بيجي معناهم التنتين يفعل. عشان تتضح اكثر، الان انا لو قلت في اللغه العربيه ايش معنات اي ميد ا كيك؟ اي ميد ا كيك معناها صنعته، صح؟ طيب الان لو انا قلت صنعته كعكه هل بنفع اقول وصنعته خطا؟ لا، عادة بنقول ارتكبت خطأ، صحيح؟ يبقى المتلازمة اللفظية أو الفعل المتلازم لفظيا مع كلمة كعكة هي صنع، والفعل المتلازم لفظيا مع كلمة خطأ هي ارتكب. اختلفوا في العربي، لكن بالإنجليزي التنتين كانوا make. لو بدي أخذ كمان مثال على do اللي هي أيضا معناها فعل أو عمل، الآن أنا بنحكيش I made homework، بنقول I did my homework بمعنى أنه أنا كتبت واجبي، صح؟ يبقى هنا المتلازمة اللفظية أو الفعل المتلازم لفظياً مع كلمة homework هو فعل do. خلينا ناخذ أمثلة تانية عشان نشوف أكثر. I make a phone call but I do my homework بمعنى أنه phone call اللي هو الاتصال الهاتفي، لما أنا بدي أحكي أني أنا اتصلت بحدا أو عملت اتصال الفعل اللي أنا لازم أستخدمه مش do make، يبقى I make a phone call، ولو في الماضي بتصير I made a phone call. لكن أنا إيش بعمل بالهومورك؟ make homework؟ لا، أنا do my homework، so I do my homework. وإذا هي she does her homework، هو he does her homework، لو هما they do their homework. يبقى المتلازمة اللفظية الفعلية مع كلمة homework هي do، والمتلازمة اللفظية الفعل مع كلمة phone call هي make. ولو لاحظنا عن phone call
قلت لكم ايش نوعها هون فوق، حتقولوا لي compound noun اللي تو شرحناهم فوق. تمام؟ طيب الافعال يعني المتلازمات الثانيه اللي بتيجي مع make، حنشوف mistake واخذناها فوق، يبقى she makes a mistake، they make a mistake، والماضي تبعها قلنا made. في عندنا برضه make a journey و make a phone call، يبقى make بيجي مع mistake، journey و phone call. طيب وبرضه to make an excuse، طبعا make a mistake معناها يخطئ، make a journey يعني يخرج في رحلة، make a phone call يعني يتصل، make an excuse هذه بتيجي ب make an excuse معناها إنه واحد بيختلق أعذار، بمعنى مثلا ولد نسي واجبه في البيت وراح على المدرسة، فبيحكي للأنتي أو بيحكي للأستاذ إنه they make an excuse، بمعنى إنه I forgot my مثلا my notebook، أو بيحكي للمدرس إنه وقع الدفتر من الشنطة أو هذا، so he's making an excuse for forgetting his homework، بمعنى إنه قاعد بيختلق أعذار لأنه فقد الدفتر تبعه. make a mess زي ما احنا شايفين في الصورة، make a mess معناها يعني بيخرب في المكان او بيعمل شوشرة، او يعني زي مثلا الواحد لما يجي عنده اطفال بيدخلوا على الأوضة بيطلعوا بتصير مكان تاني خالص، هذا برضو بنسميه to make a mess. نيجي لدو الآن، برضو زي ما حكينا إنه make بيجي معها بعض المرادفات أو بعض المفردات عفوا، برضو do بيجي معها بعض المفردات زي homework أخذناها سابقا، طبعا ممكن تيجي بالمضارع، ممكن تيجي مضارع بسيط مستمر ماضي مش مشكلة، المهم إنه أنا الفعل لما بدي أحكي إنه أنا كتبت واجبي أو عملت واجبي، الفعل لازم يكون do أو أحد تصريفاته في الزمن حسب ما هو موجود. يعني مثال ممكن أقول I do my homework every night. أو she has not done her homework yet. هي done تصريف الثالث من do. أو she did her homework yesterday. يبقى في الحالات الثلاثة أو في هذه الأزمنة الثلاثة كان عندنا تصريف do هو اللي جاي مع homework. Do a favor. Do someone a favor. يعني أول حاجة خلينا نقول ليش محطوطة someone بين قوسين، لأنه ممكن أنا أستخدمها ممكن أشيلها. بمعنى I did أحمد a favor، يعني أنا عملت معروف لأحمد، فكان هنا أنا استخدمت اسم شخص، ممكن أقول I did him a favor، I did him a favor، هنا شلت الاسم وحطيت ضمير مفعول به بدالها. تمام؟ خلينا نكتبهم عشان يتفرقوا بينهم، يبقى I did أحمد a favor أو I did him a favor أو I did a favor، بمعنى إنه أنا ممكن أحط اسم الشخص، ممكن أحط ضمير مفعول به يعود على الشخص، أو من غير الاسم أو من غير الضمير. برضو في عنا do exercise، طبعا واضحة إنه I did an exercise أو I'm doing an exercise، أو ممكن حتى هي مباشرة exercising I'm exercising، بس هنا لو بدي أستخدم فعل فالفعل الصحيح هو exercise، ما بقول مثلا I make an exercise أو I did an exercise. نفس الإشي في crossword، الcrossword هي لعبة الأسماء المتقاطعة أو الأحرف المتقاطعة، فبنستخدم معاها do مش make، بنقول I did a crossroad or I'm doing a crossroad or she's done a crossroad and so on. برضو هنا يا جماعة بس الفكرة انه احنا لو حطينا لكم صندوق وحطينا لكم do or make او من غير do or make، يعني من غير ما نحدد لكم في الصندوق وحطينا لكم هذه الجمل، تكونوا قادرين على انه تعرفوا crossroad بيجي معها do، cake بيجي معها make، mistake بيجي معها make، hair بيجي معناها do. طالما احنا حفظنا هذه الامور بيكون وضعنا ان شاء الله تمام. يبقى في عندنا هنا she's doing your hair او I'm doing my hair، بمعنى انه بيعمل شعره او يعني بيعمل تسريحه او بمشطه او whatever. ففي عندنا هنا list فيها الكلمات، لائحه فيها الكلمات، وهذه ايش بتسهل علينا ناخذهم على السريع. make a mistake يرتكب خطا، make a phone call يتصل، make a journey يخرج في رحله، make an excuse
بيختلق أعذار، make a mess يعني بخرب في المكان، do homework أو مش يخرب بمعنى إنه يشبشر المكان، do homework بمعنى يكتب الواجب، do exercise بمعنى يتمرن، do someone a favor يعمل معروف لحدا، do a crossroad عفوا do a crossword بمعنى إنه يحل الكلمات المتقاطعة، do your hair بمعنى يسرح الشعر.